الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لما اكون بره طول النهار كده هوت وارجع متاخر، طب اعمل ايه واتصرف ازاي؟ رحت السوق بسرعه كده وجبت بني، وهنعمل النهارده اجمل واسهل مكرونه وبني، الاكله طبعا المصريه المشهوره جدا جدا دي، كمان اكله الانقاذ 10 دقايق ما شاء الله وتكوني مخلصاه باجمل واسهل طريقه. واقول لك ازاي المكرونه بتاعتك تطلع لونها احمر كده والطعم بقى مش قادره اقول لك. لايك وكومنت وشير، وبحب اشكر جدا كل اخواتي وحبايبي اللي بيتضموا معايا جديد، بحبكم في الله يا اجدع واجمل متابعين في الدنيا كلها. اول حاجه طبعا كميه المكرونه على حسب يعني اسرتك قد ايه، مثلا انت بتعملي اعمليها تمام كده. انا سلقتها كده اهوت زي ما انتم شايفين، وما بحبش اتك عليها قوي في السوا، بسيبها كده ايه سنه كده لسه نيه تمام كده. عايزه اقول لك ان كده لما بتحطها في الصلصه وتقلبيها تفضل معاكي كده طعمها حلو جدا جدا ومش معجنه ولا حاجه خلاص. انا اساسي يا جماعه بحب اعمل المكرونه بتاعتي بكام فص توم كده، 5 6 فصوص توم كده اهوت، واول ما تبدا تحمر معايا كده اللون بس الذهبي كده، وطبعا انا ضربه شفشق طماطم محترم كده وقمت منزلاه كده اهوت زي ما انتم شايفين تمام كده. انا ما بصفاش بصراحه، انا بضربها كويس جدا في الخلاط وما بصفاش. لو عايزه انت تصفيها انت وراحتك خالص وانت ومزاجك تمام. نحيق بقى، بصوا في الاول يا جماعه عشان تطلع معاكي المكرونه حمراء قوي كده حط لها معلقتين صلصه كده اهوت تمام كده، زي ما انتم شايفين معلقتين كده صغيرين، مش يعني ايه مش كتار ولا حاجه، شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه كمون، وما تنسيش مكعب المرقه عشان بيرفع طعم المكرونه جدا 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 تمام. لو فضلت من هنا للسنه الجايه اقول لك جدا هيبقى برده جدا، بجد بيخلي المكرونه حلوه جدا وليها تيست كده عالي خالص تمام كده. خلاص انا ظبطت حقيقها زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى كده اهوت ان انا اغطيها واسيبها كده تاخد وتدي بشكل ودي. طبعا انا سلقت المكرونه وخلاص الصلصه بتاعتها تمام التمام. تعالوا بقى نتبل البانيه باجمل واسهل طريقه تمام. انا معايا البانيه بتاعي غسلاه كويس جدا جدا، هبدا احيقه بشويه من الملح وشويه من بهارات الفراخ وشويه فلفل اسود كتير كده وتوم باودر وبصل باودر فقط لا غير تمام. انا ما شاء الله معايا كيلو من البانيه فهكسر عليه بيضتين كبار كده زي ما انتم شايفين، بس للاسف يعني في مقطع كده راح مني وانا بكسر البيض زي ما انتم شايفين ما تصورش، بس انا هوريكم اهوت. انا حتى قشر البيض لسه ما رميتوش ولا حاجه، انا كسرت عليه بيضتين تمام وقلبتهم كويس جدا في قلب بعضهم كده اهوت. وعايزه اقول لكم دي طريقه حلوه جدا وسهله جدا للبانيه. خلاص كده قلبتها كويس جدا جدا وهسيبها بقى منقوعه كده اهوت نص ساعه بس ولا حاجه في الثلاجه ماشي. عايزه اقول لكم ان البانيه طعمه بجد حلو جدا. خلاص كده نحضر بقى الكفر الخارجي، وانا اول مره استعمل الكيس ده يا جماعه، كل ما اروح السوق الاقيه الناس حاطينه كده على العربيه اسيبه، لا طبعا ما اسيبوش. زي ما انتم شايفين انا حطيت شويه من البقسماط العادي خلاص كده، وهوريكم الكيس بقى ده بقسماط كريسبي كده بس بجد مبهر كده وخلطه بجد حلوه جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. على فكره ده في السوق ومتوفر يعني تمام كده، هحط برده شويه منه كده اهوت. وعلى فكره انت ممكن يعني تستعمليه لوحده من غير بقسماط تمام كده. انا خلاص كده حطيت البقسماط وحطيت الفيجيتار مع بعض وهديهم تقلبتين كده اهوت، وابدا بقى كده اجيب البانيه بتاعي. وهنا عينك ما تشوف الا النور، تحطي قطعه البانيه بتاعتك كده اهوت وتضغطي عليها كويس جدا بايدك بحيث ان هي تشرب طبقه سميكه. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي حلوه جدا جدا، وبصراحه انا بحب دايما اتعامل في الجورنال. انت مش بتحبي تستعملي الجرايد انت وراحتك خالص، انا بحب كده اخلص كده اهوت زي ما انتم شايفين. وكمان لما البقسماط بتاعي بيتبقى ولا حاجه بقوم تانيه الجورنال كده ومدخله في الكيس تاني، بصراحة بيبقى سهل جدا عليا. انت بقى براحتك ما بتحبيش الخطوة دي انت وراحتك خالص، اهم حاجة ان انت تتكي كويس جدا جدا على البانيه بتاعك بحيث ان هو يشرب طبقة حلوة. دي عايزة اقول لكم بتخلي بجد البانيه بتاعك بيشرب طبقة حلوة جدا جدا. هخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة دي. خلاص كده المكرونة بتاعتي خلاص بقت زي الفل. وهنا طبعا انا ما بحبش دايما احط المكرونة في الصلصة غير على الاكل خلاص، فكلنا ما كناش هناكل يعني، فقمت واخده نص كميه الصلصه ونص كميه المكرونه زي ما انتم شايفين، وقمت مقلباها كده اهوت بقى. ويا نهار ابيض على الجمال، مش قادره اقول لكم ده العشق. انا بعشق المكرونه بكل حالاتها وبكل طرقها بجد حرفيا، بحس ان هي حاجه سهله كده وفي نفس الوقت خفيفه على المعده صراحه يعني. شوفوا بقى انتم بتحبوها ولا لا. خلاص كده انا خلصتها زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى كده اهوت نسمي الله ونقل البانيه بتاعنا. ما شاء الله شويه زيت كده اهوت محترمين، واسخنهم كويس جدا جدا. مش لازم ان هو يكون معاكي يعني غويت قوي ولا حاجه، لا خالص زي ما انت شايفه كده اهوت. طبعا على قد برده اللي هياكل البانيه، طبعا يا جماعه من الحاجات
اللي ما بتاخدش وقت خالص. وبصراحة لما بجهزه كده هوت واحطه في التلاجة، الكيلو ده ممكن ناكل منه مرة واتنين كمان، زي ما انتوا شايفين كده هوت في منتهى الجمال اللهم بارك كده. يعني النهاردة ممكن اقضيها كده بانيه ومكرونة، بكرة ان شاء الله اقضيها مثلا بني وبطاطس وسلطة كده بالعيش، بيبقى حاجة كده فاخر من الاخر اللهم بارك كده. زي ما انتوا شايفين اول ما يبدأ ياخد اللون الذهبي اسمي الله كده هوت واقوم قلباه بطريقة سهلة جدا ما شاء الله. اخلص بقى الكمية اللي انا هعملها بنفس ذات الطريقة دي. عايزة اقول لكم بجد كيس الفيجيتار ده حلو جدا جدا، وعلى فكرة في برضو كياس فيجيتار في السوبر ماركت اللي هي الصغيرة دي، تبقى على قد ايه يعني على قد الاكل، تحطها كده على شوية البقسماط بتطلع حلوة جدا جدا. انا استكفيت باللون الذهبي الحلو الفاتح ده ماشي، وخلاص كده هوت بقى نغرف المكرونة وتعالوا بقى شوفوا الجمال والحلاوة. الاكلة يا جماعة سهلة جدا ما شاء الله، ومش محتاجة غير طبق مخلل بس وبألف هنا وشف. ايه رأيك في الجمال؟ ايه رايك في الحلاوه؟ اللهم بارك كده. جيت ما شاء الله ربع ساعه بالظبط وكنت محضره الاكله بجد في منتهى الجمال، ومفيش حد في البيت كده ما بيحبهاش.